أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من حديث الثانية، والتي نتناول فيه كعادتنا أبرز الملفات المحلية والإقليمية والدولية. في حلقة هذا اليوم سنناقش: الجبوري يفشل في إقناع الكرد بالعودة إلى مجلس النواب، وإشكالية النصاب ما زالت تعصف بجلسات الحكومة. أيضا خروقات للهدنة في حلب وولاية يؤكد دعم إيران لسوريا في مواجهة الإرهاب. وأيضا نناقش المفاوضات اليمنية تتعثر والعدوان السعودي يستخدم أسلحة محرمة دوليا. مشاهدينا فاصل وبعد ذلك لنا عودة. اختتم رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري جولته في إقليم كردستان ولقاه بالكتل السياسية هناك من دون أن يبين نتائج تلك الزيارة، حيث إنها اقتصرت على الحديث في العموميات كالتأكيد على الحوار وتجاوز الأزمة السياسية الحالية والذهاب نحو إصلاحات شاملة وجوهرية. الكرد لم يبينوا إلى الآن موقفا من العودة إلى بغداد، وأجلوا اتخاذ قرار في ذلك إلى ما بعد اللقاء التشاوري بين الكتل والأحزاب الكردية للخروج برؤية موحدة، مجددين دعوتهم للاعتذار وتقديم ضمانات قانونية من أجل العودة، في حين كعادتهم رفعوا سقف المطالب كتسليح البيشمركة ودفع الموازنة، فيما رفضوا المساس بوزائرهم أو بوزرائهم الحاليين أو استبدالهم بعيدا عن إرادة الكتل السياسية الكردية. في ظل ضبابية الموقف الكردي أولا وعدم قدرة التحالف الوطني على بلورة رؤية محددة للأزمة الحالية وتقاطع كتلة اتحاد القوى حول من يخلف الجبوري لرئاسة البرلمان لتفريغ الحزب الإسلامي من مكتسباته السياسية المتمثلة بمنصب رئيس مجلس النواب، تفاصيل أكثر عن زيارة الجبوري إلى كردستان نتابعه معا في سياق هذا التقرير. جهود سياسية جديدة لحل الأزمة الراهنة في البلاد، هكذا تبدو محاولات رئيس البرلمان سليم الجبوري بإقناع نواب التحالف الكردستاني بإنهاء مقاطعتهم لجلسة مجلس النواب والعودة إلى العاصمة بغداد. سلسلة لقاءات عقدها الجبوري في السليمانية مع الأحزاب الكردية بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية، أولى اللقاءات التي عقدها حال وصوله مع نائبه الثاني آرام الشيخ محمد، بعدها عقد اجتماعا مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والذي أكد أن جلسة البرلمان المقبلة ستكون شاملة لجميع الكتل السياسية. أثناء الوضع السياسي المؤلم الذي يمر به بلدنا العراق، وناقشنا حول أمور هامة جدا في كيفية إعادة المياه إلى مجاري البرلمان وتشكيل الحكومة وكيفية إجراء الحوارات والنقاشات اللازمة مع الأحزاب السياسية كافة سواء الصعيد العراقي أو الصعيد الكردستاني. بحث عن رؤية موحدة متفق عليها ومجمع عليها، هناك لقاءات أخرى ستحصل مع الأخوة في بغداد من مختلف الكتل السياسية، وإيجاد خارطة الطريق الواضحة عند الجميع اللي تدعو لكل الحضور والمشاركة والمساهمة، هذا ما نبحث عنه، وحرصنا على أن يستأنف المجلس عمله، هو اللي يدعونا كرئاسة مجلس وبشكل مركز بالحوار مع الأطراف السياسية الموجودة. حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من جانبه قال إن عودة نوابه يجب أن يضمن عدم تكرار الأخطاء التي حصلت في البرلمان العراقي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشاورات مستمرة بين الكرد للتوصل إلى قرار حاسم فيما يتعلق بعودة نواب التحالف الكردستاني إلى البرلمان. نشكر زيارة السيد رئيس مجلس النواب ونائبه والإخوة النواب الوفد الكريم الذي معه، ونثمن غاليا هذه الزيارة وحرصهم الأخوي الشديد على أن تكون الكتل الكردستانية جزءا من حل هذه المشكلة الموجودة الآن، وأن تحترم جميع ضماناتهم ومطالبهم. وتأتي زيارة الجبوري إلى إقليم كردستان من أجل الحوار مع الكتل السياسية الكردية للتوصل إلى صيغة اتفاق تفضي إلى عودة نوابهم للمشاركة في جلسات مجلس النواب القادمة وإنهاء مقاطعتهم للجلسات بضمان سلامتهم
في حال العودة إلى بغداد. لقناة بلاد الفضائية، رفاه فالح، السليمانية. مشاهدينا، وللحديث أكثر ينضم إلينا من العاصمة بغداد المحلل السياسي الأستاذ جاسم الموسوي. أهلا وسهلا بك أستاذ جاسم. بداية، هل يمكن لنا القول بأننا أمام مرحلة تشتت الكتل السياسية وأيضا عجزها عن بلورة رؤية محددة للخروج من الأزمة الحالية؟ تفضل. مرحيم، شكرا لحضرتك إلى مشاهدي قناة بلادي. أنا أتفق مع الرأي الذي يقول كنا حقيقة نعمل في مشاكل محدودة ومقيدة، أصبحنا نعمل في مشاكل مفتوحة ومطلقة، بمعنى أن هناك فعلا تشظي حقيقي للأزمات التي يبدو أنها انفتحت ما بعد اجتياح البرلمان العراقي، وأيضا هي عبرت حقيقة عن أبجديات الرفض الذي كان يعيش داخل الكتل السياسية لعملية الإصلاح أو لطريقة الإصلاح التي حدثت. ولذلك لاحظي أن أغلب الكتل السياسية احتاجت إلى شرعنة لترفض ما بدأت به عملية الإصلاح من حيث المحتوى ومن حيث الإطار والطريقة التي حقيقة بدأت تتعامل أو يتعامل بها السيد رئيس الوزراء من أجل الإصلاح مع بعض الكتل السياسية. لاحظي، سابقا كانت لدينا استحقاقات، نعرف أن السنة لهم استحقاقات والشيعة والأكراد، الآن بدأت تتسع الأزمة، بدأنا نتحدث عن استحقاقات لأطراف شيعية، استحقاقات لأطراف كردية، استحقاقات لأطراف سنية، وهذا يدفع يعني الحقيقة أي مراقب أو أي متكهن للوضع السياسي العراقي أننا حقيقة نسير بخطى بطيئة مقابل أزمات متسارعة وكثيفة ومعمقة، ولربما يعني لربما نصل إلى يعني مرحلة الإحباط أننا نستطيع أن نحل الأزمة. أستاذ جاسم، يعني اليوم من يستطيع أن يرسم سيناريو متوقع للعملية السياسية؟ الحل بيد من اليوم؟ هذا أيضا سؤال مهم. تعرفين أن العراق بلد نظامه برلماني و يعني مساحة الحرية فيها قاعدة أفقية على مستوى الأحزاب والمجتمع، ولذلك لا يستطيع أحد يعني الآن أن يحدد كيف يستطيع أن يمسك زمام يعني المبادرة لكي ينطلق بحل سوى التحالف الوطني. يعني التحالف الوطني باعتبار الكتلة الأكبر، الكتلة التي تتمكن حقيقة ولديها علاقات مع الأطراف الكردية مع الأطراف السنية بشقيها، يعني الحزب الإسلامي أو الخطوط الأخرى الليبرالية، ولكن أيضا لدينا مشكلة في التحالف الوطني. يعني هذه أيضا سيدتي مشكلة كبيرة جدا، أن التحالف الوطني عندما يصبح لديه عقم في حل مشاكل داخل التحالف لن يتمكن حقيقة من أن يجمع الآخرين. لكن دعينا أيضا نذهب إلى حيز قانوني أو حيز دستوري نتحدث فيه، هو كيف نستطيع أن نجمع هذه الكتل السياسية بعد أن تشظت هي أساسا مع بعضها البعض ومن خلال الداخل أيضا لهذه الكتل. هو هل يستطيع السيد رئيس البرلمان مع رئيس الجمهورية مع حقيقة أيضا السيد رئيس الوزراء مع بعض قادة الكتل من أن يحققوا ولو مساحة قصيرة لعملية إجماع حول كيفية إعادة المشروعية؟ أيضا دعينا أيضا نتفق أن الصراعات التي بدأت منذ 2003 أو 2005 كانت صراعات حول الشرعية، الآن بدأ لدينا صراع جديد اسمه المشروعية. هو من يعطيك الحق لتغير الوزارات؟ كيف تغير وزاراتي؟ لماذا لا تتحدث معي؟ هل لك الحق أن تغير الوزير دون أن تستأذني؟ أنا أعطيك اسم الوزير، وكل هذا يدل أن هناك صراع في المشروعية والشرعية. أستاذ جاسم، أيضا ما هو تقييمكم لكتلة عابرة للمكونات؟ هل جاءت قراءة متأخرة للوضع في المشهد العراقي؟ صعب جدا أن تتحدثين عن مناخ موبوء فيه حقيقة الطائفية والقومية تتفاعل بشكل كبير على المستوى السياسي
والاجتماعي لنتحدث عن كتلة عابرة للطائفية. نعم. لأنك لاحظي أختي العزيزة هو الصراع أساسا يعني في العراق صراع على أساس إثبات الوجود الطائفي والقومي يعني. نعم. ولم يكن صراعا من أجل حقيقة رؤية سياسية أو اختلاف رؤى سياسية، هو أنا أمثل الشيعة فلدي استحقاقات، أنا أمثل الأكراد. نعم. أنا أمثل السنة وهكذا. لذلك أنا أعتقد هي خطوة أولا متأخرة، ويعني أتمنى أن لا تكون هروب إلى الأمام، يعني هو عدم الاعتراف بأننا فشلنا ولذلك لابد أن تكون لدينا خطوة هو الهروب إلى الأمام. العراق يحتاج أن يعترف سياسته وحتى أبناء مجتمعه، هو نحن ماذا نريد، لماذا نتمثل بالطوائف، كيف نستطيع أن نجتمع حقيقة مع اعترافنا بطوائفنا وبقومياتنا لبناء وطن. هذه أزمة حقيقية، وإلى الآن الكل يغالي، تذهبين مع السني يقول لك أخي الشيعي، الشيعي يقول أخي السني، الكردي يقول أخي العربي، لكن على أرض الواقع لا تجدين هذا التطبيق حقيقي، إنما وهم وافتراء. ولذلك عندما نقول سنشكل يعني قوة جديدة عابرة للطائفية، هذا نوع من الخيال أو الحيز الافتراضي الذي ليس له على أرض الواقع شيء. نعم. طيب أستاذ جاسم، هل تعتقد بأن الكتل العابرة للمكونات هي إعلان حالة موت للكتل الكبيرة كالتحالف الوطني وأيضا اتحاد القوى والتحالف الكردستاني؟ لا، هو يعبر يعني، لربما أنا أكون يعني مخطئ، لكن هو يعبر ويترجم عن أزمة حقيقية داخل هذه المكونات أو الكونتينات. يعني تعرفين أن هناك كان هناك صراعا حقيقيا يدور بين السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم مقابل السيد المالكي، وتعرفين هذا الحقيقة الصراع أو الاختلاف أدى إلى أن يكون هناك ماراثون من أجل تجميع التحالف الوطني ما بعد انتخابات 2014 داخل اتحاد القوى السنية، أيضا كان خلافا بين الحزب الإسلامي والجبهة الأخرى، داخل الأكراد نوعا ما أقل. اليوم الذهاب إلى الحقيقة تشكيل كتلة عابرة للمكونات والطائفية هو تعبير حقيقي عن عدم رضا هذه القوى التي انطلقت من خارج هذه المكونات لتشكل تشكيلا جديدا، بمعنى أننا فشلنا كمكونات طائفية وقومية، ولذلك نريد أن نتخلص ولو جزء من قوانا نتخلص لنذهب إلى اتفاق آخر، واتفاق عابر للمكونات. أنا أعتقد لن ينجح أحد في أن يشكل قوة عابرة للمكونات لسبب بسيط جدا، هو أن جميع الرؤوس التي تحاول فعلا أن تعبر بالطائفية إلى الأمام هي رؤوس لديها طموح أن تترأس وليس أن تكون جزء من يعني من الكتل. ولذلك من سيقود هذه الكتل وكيف ستقرأ هذه الكتلة وما هي رمزية من يقود هذا التجمع؟ لذلك هناك إشكاليات ومشاكل كثيرة. نعم أستاذ جاسم، يعني تحدثت عن أن التحالف الوطني لربما تكون هي الجهة الأكثر التي تكون لديها القدرة على رسم سيناريو متوقع من أجل العملية السياسية، لكن هناك أيضا رأي آخر يقول بأن الخطر يكمن في تشظي التحالف الوطني في حين تبقى الكتل الأخرى متراصة ومتبانية فيما بينها وفي رؤية محددة واضحة. شوفي، أنا يعني من القنوات التي أعتز في مساحة الحرية فيها قناة بلادي. دعيني أقول لك أختي العزيزة، الآن أنا سافرت خارج العراق وعدت، لاحظت كل الذين يتحدثون عن العراق يقولون أن العراق يحكم بطريقة الشيعة، بمعنى أن الآخرين ينظرون أن التحالف الوطني هو المسؤول الأول والأخير عن الأخطاء وعن الإيجابيات في إدارة العمل السياسي في العراق. فالتحالف الوطني باعتباره كتلة أكبر وباعتباره يوصف تحالفا شيعيا وباعتباره هو الذي يؤثر ويتأثر مع باقي القوى السياسية، لذلك تشظي التحالف الوطني هي خطيئة وليست خطأ. خطأ ممكن أن يصحح، الخطيئة هو إثم كبير جدا. ولذلك من الضروري أن يبقى التحالف الوطني كما يعني وصفناه سابقا ممسوك ومتماسك. الآن لربما هو ممسوك ولكن غير متماسك، وكل الذين حقيقة يعتقدون أن العراق سيذهب إلى المجهول عندما يتشظى التحالف الوطني، نعم هذه الحقيقة. لذلك الآخرين عندما يجدون التحالف الوطني متشظي
يتنمرون يتمردون، تكون تكبر المطالب، يكبر سقف المطالب. وعندما يتفق التحالف الوطني لاحظ الآخرين يهرولون اتجاه التحالف الوطني، يطالبون بكيف أو يبحثون كيف يستطيعون أن يعقدوا اتفاقات وتوافقات مع التحالف الوطني. أستاذ جاسم، أيضا بالأمس كانت هناك زيارة لنائب وزير الخارجية الأمريكي، برأيك على ماذا تراهن الولايات المتحدة يعني وهي مستمرة بدعم الجبوري وأيضا العبادي في ظل مجلسين غير قابلين للانعقاد؟ شوفي، بعض الأحيان يسوق يعني أن الأمريكان يعني سواء على مستوى نائب رئيس الجمهورية أو على مستوى نائب الوزير أنهم جاءوا يدعمون. الأمريكان لا يدعمون، الأمريكان لديهم نقاط محددة. الأمريكان لديهم هدف، الهدف الاستراتيجي هو أن تنتهي داعش ما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمعنى أن الديمقراطيين يريدون صفر داعش في العراق، يعني على مقولة صفر أزمات مع تركيا. والأمريكان يحاولون جهد إمكانهم أن تبقى العملية السياسية مستقرة. هم يراهنون عندما يدعمون يعني أو بالإعلام يدعمون السيد العبادي أو السيد الجمهوري، يريدون أن يعطوا شرعية لوجود السيد العبادي والسيد الجمهوري في رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، ويعتقدون أن استمرار العملية السياسية ولو وهي عرجاء أفضل من أن تنهار ولا يصبح لها أقدام. ولذلك يعولون على قدرة الجمهوري بالتأثير على القوى السنية، ويعتقدون قدرة يعني التحالف الوطني على أن يجمع أكبر عدد من النواب مع تأثيرهم المباشر هم بشكل مباشر على الأكراد. ولذلك أنا أعتقد هو التعويل من أجل أن يتحقق الهدف الاستراتيجي الأول، والثاني هم لا يريدون أن يندفع العراق في كله في تحالف أو محور يسمى السعودية تركيا بريطانيا ودولة أخرى. طيب، اليوم انتقلت يعني إشكالية النصاب إلى مجلس الوزراء، برأيك هل نحن أمام موت سريري للعملية السياسية في العراق في ظل يعني عدم انعقاد وأيضا خسارة القرار التشريعي والتنفيذي؟ يعني بعد دخول المتظاهرين المعتصمين إلى البرلمان، يعني أنا أيضا كتبت قلت أن السيد رئيس الوزراء هو أصبح من في خبر كان. أعتقد لن يتمكن لا السيد رئيس الوزراء ولا السيد رئيس البرلمان من أن يحققوا نصابا، وهذه المشكلة طبيعية جدا، هي ترجمة الواقع الذي بدأت تشعر به القوى السياسية. تعرفين يعني عدد الوزراء الجدد مقابل عدد الوزراء يعني الذين لم تتم حقيقة تقديم استقالاتهم مع عدم التصويت على بعض الوزراء هو أيضا عامل من العوامل الذي أدى إلى أن لا يتمكن السيد رئيس الوزراء من أن يجمع العدد الحقيقة ليجتمع فيه هو 50+1، بمعنى 20 الكابينة 20 وزير لابد أن يكون أقل شيء 11 وزير. ولن يتمكن السيد رئيس الوزراء لا الآن ولا ربما يعني حتى بالأيام القادمة من أن يحقق هذا النصاب، لأن هذا النصاب بدأت عليه فاتورة جديدة، هي فاتورة المطالب التي ستقف وراء حضور هؤلاء الوزراء سواء على مستوى الشيعة أو الأكراد أو السنة، خصوصا الأكراد يعني بدأت لديهم مطالب واضحة هو أن لا يذهبوا إلى البرلمان وأن لا يحضروا مجلس الوزراء، ويطالبون بمطالب كثيرة، وهذا هو جزء من الخطيئة التي ارتكبت والتي تمنينا أن لا ترتكب. إذن السيد رئيس الوزراء حتى دستوريا حتى قانونيا بالمناسبة هو لابد أن يعقد جلسة أقل شيء هو شهر، خلال شهر جلسة واحدة، إذا 3 جلسات لم يتم فعلا عقد مجلس الوزراء فيعتبر مجلس الوزراء قد حل نفسه. 6 وزراء جدد، 6 وزراء لم تكمل استقالاتهم، 6 وزراء لم يتم التصويت عليهم، إذن هو متشظي أساسا إداريا وهناك مواقف سياسية. طيب أيضا أستاذ جاسم، يعني هناك من يحذر من أزمات الصيف وأيضا أثرها على هيجان الشارع العراقي، هل تتفق مع هذا الطرح؟ والله إذا لاحظت أن الشارع كان ساخنا في الشتاء وما بالك في الصيف، وبالتالي أنا أعتقد أن يعني سخونة الصيف أو لهيب الصيف لربما سيلتهم كثير من الرؤوس السياسية التي إذا لم تحاول حقيقة أن تجد حلول لأزمات بدأت تتسع وتكبر ويكون لها عمق. ولذلك نعم أنا يعني أعتقد أن الشارع لربما سينفلت يعني، وهذا شيء خطير جدا.
وهذا الانفلات متوقع لأن الشارع لا يتحمل أكثر مما تحمله حقيقة من تراجع حقيقي في إدارة الدولة وفساد مالي وإداري وما شابه ذلك وعمليات إرهابية وعدم قدرتنا حقيقة على أن نوضح للشارع إلى أين سنذهب كطبقة. أنا لا أتحدث عن نفسي لكن أتحدث عن الطبقة السياسية، أين ستذهب هذه الطبقة السياسية وماذا تريد وأين تقف. ولذلك أنا أعتقد الصيف اللاهب سيكون لاهبا سياسيا أكثر من الطبيعة. طيب يعني الكتلة السياسية حتى الآن غير مقتنعة بأن هناك رأي مجتمعي يطالب بالإصلاح ويطالب بحقوقه، رغم أنها حتى الآن تتحدث بلغة التعامل وهي لغة الفوقية. لا، هذا شوفي، الشعور دائما بعدم الاعتراف بالحقيقة هو جزء من الفلسفة الدكتاتورية. يعني تعرفين يعني النظم الدكتاتورية هي صح نظم فردية، ولكن أيضا كان الحزب الأحادي أو الكتلة الواحدة التي تدعم الدكتاتور تفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها الدكتاتور، فلا يرى مساحة الاعتراض ويعتقد أن ما خلف مساحة الاعتراض مساحة أكبر تدعم وجوده. أنا أعتقد هذه النظرة الفوقية والتعالي هو السرعة التي ستساعد محركات الشارع العراقي لأن تسقط هذه الكتل. يجب أن تعترف الكتل السياسية أنها فشلت، وليس من العيب يعني أن تعترف في النظام الديمقراطي. الاعتراف بالفشل ليس فضيلة، إنما هو حقيقة ممارسة للديمقراطية، باعتبار أنا لا أجيد التحليل السياسي لأقول أنا لا أجيد التحليل السياسي على سبيل المثال. أنا لا أجيد إدارة وزارة لأقول أنا لا أجيد إدارة وزارة وأعترف. ولذلك الفرق بين النظام الديمقراطي والنظام الدكتاتوري أن الدكتاتوري تعرفين متزمت متكبر لديه نظرة فوقية، بينما النظام الديمقراطي لديه شفافية. فإذا ما تركب على النظام الديمقراطي نظام دكتاتوري فأنا أعتقد هي الصورة المشوهة الحقيقية لما يجري في العراق. طيب برأيك أستاذ، هل طال صمت المرجعية الدينية بالحديث عن المشهد السياسي العراقي؟ والله طال حقيقة، يعني الشعب يعاني الأمرين، وكان أنا يعني اعتزازنا وتقديرنا بهذه المرجعية الكبيرة والكريمة أن يكون لديها موقف صارم أكثر مما وقفت. صحيح لديها تقديرات، ولكن يعني من الصعب جدا أن تبقى التقديرات لكون وجود فوبيا تهديد داعش وما شابه ذلك ومؤامرات على العراق، لابد أن تبقى حقيقة حقوق الشعب العراقي مسلوبة. لذلك أنا أعتقد حتى يعني ما يقال أن بحت أصواتنا، أنا أعتقد كان يفترض أن بدل أن تبح أن تكون هناك أن يكون هناك موقفا واضحا وصريحا، هو أن هذه الطبقة السياسية طبقة فاسدة. طبعا هذا مو تعميم، يعني آسف أنا لا أعمم، لكن الأغلبية التي حقيقة عملت على المسرح السياسي ويجب أن تتغير بالكامل. لأن حتى في بالمناسبة في النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي وكل النظم في فلسفة شرعية الوجود قيمتها من شرعية الإنجاز أختي، إذا لم تكن هناك شرعية إنجاز لا قيمة لشرعية الوجود. نعم. طيب هل سيؤثر هذا الجدل السياسي على الوضع الأمني في العراق، يعني وخاصة في ظل الاستحقاقات الأمنية المقبلة؟ والله أخشى ما أخشى أن البعض، وهذه من خلال قناتكم الكريمة أتمنى أن ينتبه إليها البعض، أن هناك من يحاول من الساسة أن يحاول أن يدخل بندقية الحشد في معركة أخرى غير المعركة المقدسة. نعم. وهذا الجدال والصراع السياسي سينعكس وبشكل كبير على الانتصارات العظيمة والكبيرة التي حققها رجال العراق الشرفاء من الحشد. نعم. وعلى معنويات المؤسسة العسكرية التي بدأت تتصاعد. تعرفين بدأ الجيش يحقق انتصارات، وزارة الداخلية أبدعت، الشرطة الاتحادية أبدعت، هناك تطور كبير جدا رغم بعض الخروقات. لكن قياسا للحقيقة المستوى الأمني في العراق الآن عن المستوى الأمني ما قبل 4 سنوات 5 سنوات فرق كبير جدا. لذلك أعتقد سيدتي هذا الجدال السياسي والصراع السياسي هي القوة التي إذا ما التفتت المؤسسة العسكرية إلى الوراء لربما إلى الآن، طبعا سلامات إلى الآن أمان، لكن لربما بالمستقبل القريب قد تؤثر وبشكل كبير على المواقف العسكرية بالتأثير السياسي. نعم. إذن المحلل السياسي الأستاذ جاسم الموسوي، ابقى معي لأنتقل إلى المحور الثاني، لكن مشاهدينا بعد الفاصل ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. جاءت زيارة المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي إلى دمشق تعبيرا عن عمق التواصل بين طهران ودمشق في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه. هذه الزيارة حملت في طياتها الكثير من المعطيات على الأرض وعلى طاولة السياسة في المفاوضات القادمة. دعم إيران لسوريا تزامن مع التقدم الأمني في حلب وخروقات الهدنة التي تحدث بين حين وآخر، في الوقت الذي ما زال الإعلام العربي المناهض لمحور المقاومة يتعاطى مع تصريح لافروف عن الأسد وقوله بأنه ليس حليفا لنا، من زاوية أن الموقف الروسي تغير اتجاه الحكومة السورية وإنها نوعا ما أبدت مرونة في الملف السوري، خاصة بعد التقارب السعودي الروسي والقطري الروسي. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. تأكيد جديد من المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي الذي يزور دمشق حاليا على قوة العلاقة واستمرارية التعاون مع سوريا وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب. تأكيد قابله الرئيس السوري بالشكر والتقدير على الموقف الإيراني الداعم لصمود الشعب السوري والداعم للحل السياسي في سوريا. العلاقات الإيرانية السورية اليوم راسخة أكثر من أي وقت مضى، لأن البلدين يقفان مع بعضهما لتحقيق المصالح المشتركة وفي مجال التصدي للأعداء المشتركين لإيران وسوريا ولهذه الأمة، ونحن واثقون أن هذه العلاقات ستبقي محور المقاومة شامخا ومرفوع الرأس. السيد علي أكبر ولايتي الذي التقى رئيس الوزراء السوري ووزير الخارجية أكد أن الدعم الإيراني لسوريا لن يتوقف في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. نتقدم بالتهنئة للشعب والقيادة السورية على الإنجاز العسكري في تدمر، ونحن على ثقة تامة أن هذا الانتصار سوف يتبعه المزيد من الانتصارات، وأن كان هناك بعض المشاكل التي يعاني منها الوضع الميداني في حلب فنحن على ثقة تامة أن الجيش السوري سيتمكن من تحرير حلب والأرض السورية كلها. في الجانب الميداني سوريا اليوم يعني ترى أن هناك عدم التزام بالاتفاقات الحاصلة دوليا على التهدئة في سوريا، إن كان ذلك على محور الشمال في حلب، ونحن نرى جليا ما قامت به المجموعات المسلحة الإرهابية من خروقات على محور الشمالي وفي خان طومان، وكان واضح دكتور ولايتي عندما قال أدان هكذا خروقات للاتفاقات الدولية، وأعلن أن هكذا دعم الذي يأتي أيضا يعني أوامر مباشرة من قبل الغربي أو من قبل الدول الإقليمية كأنقرة والرياض والدوحة لن تصل إلى النتيجة التي يخططون لها. طالما هناك روح المقاومة في سوريا فإن النصر أيضا سيكون حليف هذا البلد. السيد ولايتي وخلال زيارته جرح الجيش السوري في مشافي دمشق أكد أن التضحيات التي يقدمها السوريون مع حلفائهم تكتب صفحة مشرقة جديدة في تاريخ سوريا، فالحرب التي تتعرض لها سوريا لا تقتصر عليها وحدها وإنما تستهدف شعوب المنطقة برمتها. زيارة السيد علي أكبر ولايتي إلى دمشق بالإضافة إلى أجندتها المعلنة هي تأكيد برأي المراقبين على الخطوط الحمراء الإيرانية التي أعلنها ولايتي وغيره من المسؤولين الإيرانيين المتعلقة بدعم شرعية الرئيس السوري ودعم الشعب السوري المقاوم. سامر زرقة، بلاد الفضائية، دمشق. إذن مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور محمد عيسى. أهلا وسهلا بك يا دكتور. بداية، ما هو الجديد الذي جاء به ولايتي إلى دمشق؟ يعني هل هناك رسالة للتأكيد على عمق العلاقة في مواجهة الإرهاب؟ تفضل. حقيقة أن يعني الزيارة هي تأتي في السياق الطبيعي للعلاقات السورية الإيرانية التي تتطور باضطراب يوما بعد يوم، وهي ليست علاقة جديدة حتى في مستواها العسكري أو السياسي أو الاقتصادي. ربما الظروف الحالية التي يمر بها سوريا وخاصة الموقف في حلب اقتضى تنسيقا أكبر واتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة هذه الخروقات التي
الأمنية التي تقوم بها تلك المجموعات المسلحة الإرهابية لتحريض من الوهابية السعودية أو لتحريض من الإخوانية التركية. نعم. في الحالات الجديد في الأمر هو أن مستوى التنسيق العسكري، ربما كان الجانب العسكري هو الأهم في هذه القضية، ربما يكون التنسيق العسكري قد أخذ بعدا آخر حين أشار السيد ولايتي على أنه يجب زيادة عدد المستشارين العسكريين الإيرانيين إلى الأضعاف تقريبا. ولكن مع هذا ربما يكون سوريا في الوقت الحاضر تحتاج أكثر من ضعف، مع هذا فالأمور تسير في الاتجاه الصحيح في العلاقة بين سوريا وإيران. نعم. طيب دكتور، يعني هناك من يرى أو يقرأ بأن التقارب الروسي السعودي وأيضا الروسي القطري بأنه تقارب سلبي لربما سينعكس على واقع الميدان في سوريا، وخاصة بعد تصريح لافروف بأن الأسد ليس حليفا لهم. أولا نرد من السؤال الأخير، من قوله أن الأسد ليس حليفا، لم يقصد بها أنه يعني تخلي عن سوريا او عن الشرعيه السوريه او الشرعيه الدوليه السوريه، انما فقط اشار الى جاء الكلام يعني في سياق حديث اخر. نعم. وهو ان يعني ان الضغوطات التي يمكن ان تمارس على تركيا مثلا او على السعوديه من قبل الامريكيين هي ليست ممكنه من الجانب السوري، لان سوريا ليست يعني تابعة للاتحاد الأمريكي، ربما كان هناك خطأ في الترجمة أكثر منه في الحقيقة. نعم. ربما تم التعويل على هذا الكلام وتزويره كثيرا، أما العلاقة اللي كان يقصد بها أن يعني العلاقة مع سوريا هي علاقة ند يمد. نعم. وليس علاقة تابعة. هذا من الجانب، أما في الجانب الآخر التقارب. من السؤال. نعم. المتعلق بأنه مستوى العلاقات تأثر في العلاقات السورية يعني العلاقات الروسية السعودية وأيضا الروسية القطرية مع الروس الجانب أو وعلى المستقبل الأزمة في سوريا، لا أظن هذا الكلام، لأن من يعرف الاستراتيجية الروسية في المنطقة والتوازنات الدولية لا يقول مثل هذا الكلام، لأن هذا فقط هو تفسير يعني تفسير لحظي إذا صح التعبير، تفسير لموقف أو نقطة أو جزء صغير جدا من المشهد العام للعلاقات الدولية، ولا أعتقد أن هذا سيؤثر. ربما تكون هناك خدمة، ربما يكون تكتيك يختلف التكتيك، لكن في الاستراتيجية لا تغير شيء. طيب دكتور، أيضا يعني بحسب معلوماتكم هل دخلت أسلحة متطورة للمعارضة ستغير بالنتيجة من معطيات الأرض على الأرض السورية؟ الحقيقة لنكون صريحين جدا جدا أن المسلحين يعني يستفيدون جدا من الهدنات التي يمكن أن تحصل هنا أو هناك، ويستغلونها إلى أبعد استغلال في إدخال الأسلحة والذخائر وربما أسلحة جديدة إلى الميدان، لكن بالمحصلة مثل هذا التطور الذي يتم الحديث عنه عن أسلحة جديدة لا أعتقد أنها سوف تكون مؤثرة بصورة فعالة أو ملحوظة. نعم. على ميدان المعارك، ربما تعقد الموقف قليلا لكنها لم تكون بالمحصلة النهائية يعني حاجزا أمام انتصار الجيش العربي السوري. طيب دكتور، ابقى معي لأعود إلى ضيفي من بغداد الأستاذ جاسم الموسوي. أستاذ جاسم، يعني هل تعتقد بأن الحل في المنطقة هو مرتبط بحل الأزمة السورية؟ يعني بكل تأكيد، تعرفين سوريا دولة يعني أهميتها الجغرافية يعني السياسية أهمية كبيرة جدا، فما يتعلق بالأزمة السورية هو أن سوريا قد تكالبت عليها قوتان، قوة تدعم الإرهاب وقوة تدعم الشرعية والنظام السياسي، وهاتان القوتان أيضا لديهما مصالح في منطقة الشرق الأوسط. عندما نتحدث عن الروس لا نتحدث عن ملائكة الروس، وعندما نتحدث عن أمريكان بكل تأكيد لا نتحدث فقط عن شياطين أمريكان، لكن نتحدث عن مصالح. ذلك حل وتفكيك الأزمة في سوريا وإعادة حقيقة الاستقرار إلى سوريا ومنع الإرهابيين من أن يتدفقوا من سوريا على العراق جزء من الحل الذي يفترض حقيقة أن يذهب إليه الجميع. وأعتقد أن سوريا الآن شكلت معادلة رقمية،
هو أن الصراع الدولي الإقليمي يرتبط بنتائج يعني نتائج الصراع في سوريا، بمعنى نعم. هل سيتمكن أن القوى التي تدعم الإرهاب مع القوى التي تمانع دعم الإرهاب من أن تجلس على طاولة واحدة وتجد حلولا وسطية؟ هل سيذهب الروس والأمريكان إلى البراغماتية أكثر من الاستحقاقات في حقيقة إدارة الصراع كما إيران تدعم سوريا في لكون سوريا لها ليس فقط أهمية جغرافية وأهمية سياسية، وإنما ما سيجري في سوريا ستتعرض المنطقة حقيقة لمآسي كثيرة. لذلك أنا أعتقد جزء من جدار الاستقرار في المنطقة هو أن يتم التفاعل مع سوريا على أساس الحل السياسي. ولذلك لاحظي كلما تصاعدت الصراعات أو الخلافات السياسية الإقليمية والدولية كلما ترجمت على الأراضي السورية بطريقة اللهيب والنار، ويبدأ المال حقيقة يعمل بطريقة عبثية في سوريا، وكلما كانت هناك اتفاقات سياسية بين هذه الأطراف أنا أعتقد سينخفض مستوى الأزمة. ولذلك لاحظي تقارب روسي قطري مهم جدا، تقارب روسي سعودي مهم جدا لسبب إيجاد حلول حقيقة لما يجري في سوريا. طيب على ماذا يراهن المحور السعودي في الأزمة السورية؟ شوف السعودية يعني ورطت يعني أو ورطت الشعب السعودي حقيقة في أزمات كبيرة جدا. نعم. وجزء من هذه الأزمات التي لا تستطيع العودة إلى الوراء هو تدخلها الواضح والسافر دعينا أيضا أسميه في سوريا وفي العراق. العراق كان قبل سوريا، العراق صدر له الإرهاب بكل أطراف الدنيا. ولذلك أعتقد أن السعودية تراهن اليوم على أن يعني القوة التحالف التركي السعودي البريطاني المدعوم في مظلة أمريكية نتيجة استخدام القوة والطاولة السياسية ذات أبعاد الاحتيال هو أن تتمكن من إزاحة النظام السوري والمجيء بنظام يتشابه نوعا ما مع النظام السعودي أو النظم العربية الموجودة بين مزدوجين نظام سني. وهي لا زالت الآن تعتقد أنها إذا ما استطاعت أن تكسب الروس يعني وهذه أنا أعتقد الخطوات بدأت لدى السعودية منذ سنتين هو أن تكسب الروس المتغير المهم الذي غير المعادلة الصراع في سوريا، أن تتمكن من أن تحتوي الروس وتكسب الروس، بالتالي ستحد من قدرة القوى الأخرى المعارضة للمشروع السعودي. هذا هو الرهان يعني السعودي في ما يتعلق بسوريا تحديدا. نعم، إذن أستاذ جاسم ابقى معي أيضا ليعود إلى ضيفي من دمشق دكتور محمد. دكتور يعني يصعب على الجيش السوري تقبل الهدنة كونه يعيش مرحلة نصر وأيضا زهو، وهذا مما يعطي الفرصة للجماعات الإرهابية من أجل التقاط الأنفاس. نعم هذا الكلام قد يكون صحيحا في القراءة الأولية، لكن الحسابات الدولية الأخرى الحرب ليست قرارا عسكريا محضا، الحرب أيضا هو قرار سياسي والمعطى العسكري هو أحد جوانب هذه المعطيات الحرب ذاتها. في كل الحالات الجيش العربي السوري هو مصمم على استعادة كامل الأرض السورية وهذا حقه الطبيعي وحقه الشرعي وحقه الدولي، لكن قد تختلف الآليات، قد يختلف التكتيك، والهدف النهائي الكل متفق على أن حق الجيش العربي السوري في دخول أي منطقة طالما أن الكل متفقين على أن سوريا تحارب الإرهاب وإن بتسميات أخرى وفق المنظور الأمريكي. أما موضوع إسقاط الدولة السورية يعني هذا الكلام بواسطة الإرهاب فهذا أمر أظن أنه أصبح يعني وراءنا ولا يستحق التعليق، لكن بكل الحالات هناك عقلية سعودية بدوية، أقول بدوية بدائية وهابية تعتقد أن من حقهم أن يكون لهم كل شيء حتى في الأرض السورية ويذهبون إلى جنيف مثلا فقط لتسليم الدولة السورية للإرهابيين. الأمريكان لا يتوقع أحد أن السعودية أو دول الخليجية الأخرى تتحرك بصورة منفردة لأنها لا تملك أصلا استراتيجية ولا تملك حلولا يعني أو نظرة بعيدة المدى، هي تتحرك كنترول أمريكي بامتياز، وبالتالي الحديث عن خلاف أمريكي. طيب دكتور أظنه ضمن السياق الطبيعي. نعم دكتور، يعني لماذا هذا الموقف الدولي المتصاعد اتجاه تحرير حلب يعني في ظل تقدم القطاعات للجيش السوري في حين لم يكن الموقف ذاته في تحرير مدينة تدمر وأيضا القريتين؟ لماذا حلب بالذات؟ حلب هي مدينة
على تشكل العاصمة الثانية لسوريا، وبالتالي فإن إسقاط يعني تحرير حلب هو إسقاط المشروع التركي أو الحلم العثماني. هناك يعني أحلام عثمانية، هناك أحلام تركية. لمن لا يعرف، هناك الأتراك والأدبيات التركية تقول أن كل بلاد الشام هي جزء من الدولة التركية. هذا غير النظرية العثمانية الجديدة التي تقول بالسيطرة على كامل أرجاء الوطن العربي. لا، هناك فقط تقول الأرض الممتدة ما بين أذربيجان إلى غزة هي أرض تركية وهي أقاليم متمردة، وبالتالي فهي تفتح في المرحلة الأولى إلى استطاع الأرجاء الشمالية من حلب وابتداء من حلب باتجاه منطقة حارم. هذه المنطقة في مرحلة أولى ثم تعقبها مرحلة أخرى، لكن في كل الحالات هناك الأجندة الأمريكية، هناك الأجندة الإقليمية التي تحاول أن تعرقل هذا الأمر، تعرقل التحرير، لكن التحرير قائم والذين يعرفون خفايا والذين يعرفون كيف تتصرف السياسة السورية والروسية لا يقولون نعم إذن تحقيق هذا النصر في حلب أو أن هذا النصر غير آتي في مكان تركيا. وعند حد معين أظن أن الروس السوريين سوف يطلبون الطاولة على الجميع إذا اقتضى الأمر. نعم، إذن الدكتور محمد عيسى المحلل السياسي كنت معي عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام متواصلين معكم في هذه الحلقة بعد الفاصل، ابقوا معنا. أجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام. أشارت تقارير، منها تقارير منظمة حقوق الإنسان، إلى استخدام العدوان السعودي على اليمن أسلحة محرمة دوليا كالأسلحة العنقودية التي يبقى أثرها في الأرض ويهدد من هم خارج دائرة الصراع كالمدنيين والمواشي. في حين أنكرت السعودية والإمارات استخدام هذه الأسلحة، استخدام الأسلحة المحرمة دوليا يأتي بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين وفد صنعاء وبين وفد الرياض، حيث ما تزال هناك الكثير من الإشكاليات في موضوع السلاح والمسار السياسي، في الوقت الذي يدعو المبعوث الأممي إلى الرجوع لطاولة الحوار والركون إلى الحل السياسي. يواصل العدوان السعودي ومرتزقته قصف المناطق السكنية مستخدما أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، موقعا آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وذلك على الرغم من استمرار مفاوضات السلام لوقف إطلاق النار في الكويت. منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية أكدت أن ما يسمى بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية استخدم في حربه قنابل عنقودية أمريكية الصنع محرمة دوليا، مستهدفا الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين في اليمن، مخلفا وراءه العشرات من الضحايا، داعية الولايات المتحدة لإيقاف بيع هذه الأسلحة للسعودية. في غضون ذلك أنكرت كل من السعودية والإمارات استخدامهما هذه الأنواع من القنابل المحرمة دوليا في اليمن، لكنهما أقرتا باستخدام قنابل تعمل بنظام الاستشعار خلال شن الغارات الجوية على البلاد. وفي الجانب الدبلوماسي تؤكد مصادر من داخل جلسة المفاوضات أن وفد الرياض يحاول إفشال محادثات السلام الجارية في الكويت والرامية إلى إيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية بعد أن أربكته الرؤية التي قدمها الوفد الوطني اليمني في جلسات الحوار التي بدت أكثر موضوعية مما قدمه وفد الرياض. مشاهدينا الكرام وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد السلام خليل الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك أستاذ. بداية، ما هو أثر القنابل العنقودية على الوضع الإنساني في اليمن، ولماذا تلجأ السعودية في عدوانها على اليمن لهذه الأساليب مع أنها قالت أن مهمتها في اليمن ستكون سريعة وخاطفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طيب الله أوقاتكم أختي الكريمة والمشاهدين الكرام. من المعروف أن السعودية التي قادت العدوان على اليمن منذ عام وليلة هي لم تتورع عن قتل الشعب اليمني بكل أنواع السلاح، ومن ضمنها
السلاح المحرم دوليا والقنابل الانفجاريه والقنابل العنقوديه، وخلفت ضحايا قتل وجرحى وخلفت مآسي كبيره في الواقع اليمني. فكان هذا العدوان السافر على اليمن وعلى المجتمع اليمني وعلى الشعب اليمني الذي لم يكن ليشكل اي خبر على اي طرف اقليمي او دولي، بل كنا ننشد الكلام. وكان هناك كنا في اطار حوارات سياسيه كانت على وشك ان تصل الاطراف اليمنيه الى حل ترافقي قبل العدوان والتدخل السافر من قبل السعوديات. فهنا ارتكب السميع سعود والسعوديه ودول العدوان يعني جرائم بحق الانسانيه وبحق يعني المجتمع اليمني، وهذه الجرائم وهذه الافعال الشنيعه لم تسقط بالتقادم، والسعوديه ما زالت الى هذه اللحظه هي تمارس نفس دكتور عبد السلام يعني نفس عدوان هذه الدوله تنتهي فيها اكثر وتحت غطاء دكتور اذا التفاوض او الحوار الذي هو قائم في الكويت. نعم. ولكن مرتزقه السعوديه هم مخدوعين او هم طيب دكتور يعني تحاول يفشل هذه المفاوضات يعني نعم اذا كنت تسمعني دكتور عبد السلام، يعني السعودية تحاول أن تجير صراعها في اليمن مع الحوثيين، وتقول بأن صراعها في اليمن مع الحوثيين وليس مع الشعب اليمني والقوى السياسية اليمنية. السعودية هذه مملكة الشر، هي من دخل الطائفية والعنصرية والأحقاد والإرهاب ليس في اليمن فحسب، بل في المنطقة العربية، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في كثير من المناطق العربية. يعني تأثرت بجراء هذه السياسة العدوانية والإرهابية من قبل نظام آل سعود. فهي عندما تتحدث أنها تستهدف الحوثيين أو مكون أنصار الله، الحوثيين هم جزء من النسيج الاجتماعي اليمني مهما كانت توجهاتهم او رؤاهم، فليس لان السعوديه شان بهم وليست وصيه على اي طرف يمني او على اي مواطن يمني. فما تقوم به السعوديه على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي والمنظمات الانسانيه والحقوقيه ومجلس الامن والامم المتحده هو تدخل سافر في شؤون دوله ذات سياده. ولكن للاسف نحن نعيش اليوم في انقلاب لكل المعايير والقيم والاخلاق دكتور لا يوجد هناك احترام للقانون الدولي او حتى القانون الدولي الانساني. وكل ما يحدث دكتور يعني اذا كنت تسمعني الاخلاق المعمول بها ما بين العلاقات ما بين الدول. نعم. ولكنها هي كانت واهمه، هي كانت السعوديه تتخيل او طيب دكتور عبد السلام يعني في المفاوضات هناك عقبة مفادها انسحاب أنصار الله وأيضا تسليم الأسلحة. السؤال الأهم هنا هو إذا انسحب أنصار الله من سيملأ الفراغ، يعني هذا أولا، وأيضا إلى من ستسلم الأسلحة؟ يعني هذا هو نعم هذا هو السؤال المحور للدولة. نعم. يعني هذا التساؤل عندما يريدون تسليم الأسلحة هم يريدون أن يخلقوا الفوضى مثل ما عملوا في الجنوب عندما تحدثوا على تحرير الجنوب، وما أوجدوه هو الإرهاب وهو القتل وهو السحر وهو الممارسات الغير أخلاقية والغير إنسانية. فبالتالي هم يريدون أن يوجد يعني يكون هناك بؤر إرهاب تابعة لهم ويتم تسليح أو تسليم السلاح لهذه البؤر الإرهابية لمن يدعون بأنهم يعني يمثلون الشرعيه، بينما يعني لو كان هناك نوايا صادقه ونوايا حقيقيه لان احلال الامن والسلام والاستقرار في اليمن، فجميع الاطراف اليمنيه سوف تتفاوض وتتحاور وتتناقش يعني وتخرج بصيغه مقبوله امام الشعب اليمني، وبعد ذلك تقام انتخابات والحكومه او الدوله الشرعيه الحقيقيه المنضبطه عن إرادة الشعب اليمني يستلم الدولة ويستلم الحكم
بناء على هذه الصيغه الجانبيه عنا بهذه الطريقه التعسفيه وبهذا التدخل الكافر وبهذا الارهاب والاسلوب الحنفي الغير مسموح. فهذه الامور دكتور عبد السلام اي عادل. نعم، حكومة هادي يبدو أنها إلى اليوم غير مقتنعة بأنها فاقدة للشرعية، وأيضا عبر لجوئها وتحالفها مع دولة خارجية والاعتداء على الشعب اليمني. اليوم هذه الحكومة أو هذا ما لم يدعون بالشرعية وهم الفارين في فنادق الرياض وفي ويتفكرون في خارج الوطن خارج اليمن، هؤلاء لا يمثلون الشعب اليمني وليس لهم علاقة بمصير الشعب اليمني أو ما يعانيها اليمن والمواطن اليمني. فهؤلاء أصبحوا عملاء وخونة ومرتزقة وأداة بيعة في يد من يدمر ويحطم اليمن. فمن أين تأتي شرعية هؤلاء يعني وهم من شارك في قتل اليمنيين وفي تدمير البنى التحتية؟ المحلل السياسي الدكتور عبد السلام خليل كنت معي عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذا أعود لضيفي من بغداد الأستاذ جاسم الموسوي مرة أخرى، أجدد لك التحية أستاذ. يعني ما هو الدور الذي تلعبه داعش وأيضا القاعدة في اليمن؟ هل هناك تكامل للأدوار بين العدوان السعودي وتمدد الإرهاب؟ يعني بكل تأكيد، تعرفين أولا المنطلق الذي انطلقت منه السعودية هو عدوان طائفي بامتياز، واستهدفت يعني بيئة معينة في اليمن وأرادت أن تسقطها وألا تعطيها الحق في اليمن، والقاعدة تعمل بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، وداعش تعمل أيضا بهذا الأسلوب وهذه الطريقة، ولذلك هناك تكامل بالأدوار. عندما تكبر التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة ويكون هناك تصريح لبعض الساسة السعوديين من الضروري أن يكون هناك أن تكون هناك أطراف مسلحة لها خلاف عقائدي مع ما تبقى من اليمن، هذا يدل دلالة قاطعة على أن هناك تعاون سعودي مع القاعدة مع داعش. وأيضا لاحظي أن داعش يعني والقاعدة هو الابن الغير شرعي للمملكة العربية السعودية، فلا تستطيع الاعتراف به مرة واحدة ولا تستطيع إلا حقيقة أن تداريه عندما يتعرض إلى ضربات موجعة. إذن الأستاذ جاسم الموسوي المحلل السياسي كنت معي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من حديث الثانية. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.